السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي إخواني طلبة، إن شاء الله نكمل وياكم اليوم والجزء الثالث من المعادلات الإكزاكت. مثل ما نعرف هذا عندنا مثال مو Initial Value Problems، مثال طبيعي. إذا نحل أتوقع إحنا ماكو داعي نخط هذا الخط، هذا يأخذ من عندنا هواي. راح نخط خط هنا هيجي. اي فالجزء اللي يم الدي اكس راح نرمز له ام اللي هو داله بدلاله الاكس واي اللي يم الاكس اللي هو راح يصير اي 2 اس 2 واي ناقص واي كوساين اكس واي، وراح نطلع جزء الان اللي هي اكس واي شي يساوي 2 اكس اي 2 اس 2 واي ناقص اكس كوساين اكس واي زائد 2 واي. هسه راح نجي نشتق الجزء الام، نشتقه بالنسبه بارشيال الام على بارشيال الواي، فراح نجي نشتقه هنا، راح يصير عندي مشتقه اي، طبعا نشتق بالنسبه للواي 2 اي 2 اس 2 واي ناقصا الاولى تنزل في مشتقه الثانيه مشتقه الكوساين سالب ساين. خلينا شو نسوي هسه احنا هنا، هذا السالب يعود للدالة كلها حتى ما يصير عندنا مشكلة، ونجي نشت هذا السالب يعود للدالة كلها، يعني راح دائما تصير أخطاء بالنسبة للسالب. الأولى تنزل واي في مشتقة الثانية مشتقة الكوساين سالب ساين، راح يصير سالب ساين اكس واي، وش نطلع هنا من نشتق بالنسبة للواي راح تطلع عندي اكس بر زائد الثانية في مشتقة الأولى، الثانية تنزل نفسها مشتقة الأولى راح يصير عندي واي، فراح ثانية في مشتقة الأولى واحد فراح يطلع عندي كوساين اكس واي. وش حكي؟ إذا نريد نرتبها ترتيب نهائي فراح نقول له يا بترى البارشيال ام على بارشيال الواي راح يصير 2 اي 2 اس 2 واي زائد واي ساين اكس واي. خوش حكي؟ احنا راح نقول له هنا واي اكس، هاي الاكس راح نجيبها هنا. وهذا السالب راح يدخل هنا يصير سالب كوساين اكس واي. هاي بالنسبه لمن اشتقينا هاي الداله بالنسبه لمن بالنسبه للواي، يعني شكو اكس عملناه على انه ثابت. نجي لمن هسه نشتق الجهه الثانيه، انه راح نقول له نريد بارشيال الان على بارشيال الاكس. هاي الان نجي نشتق هاي الداله، نشتق بس الاكس بيها فتبقى عندي 2 اي 2 اس 2 واي. زين نجي لهاي الداله الاولى في مشتقه الثانيه ناقص ينزل هنا الاولى اكس مشتقه الثانيه كوساين سالب ساين سالب ساين اكس واي. احنا جاي نشتق بالنسبه للاكس، فمن نشتق اكس واي بالنسبه للاكس يطلع عندي شنو؟ هو يطلع عندي واي. هاي النتيجه زائد الثانية وينها؟ هاي الثانية في مشتقة الأولى واحد، ايش راح يطلع عند الثانية؟ تنزل كوساين اكس واي، ومشتقة الأولى بالنسبة للاكس مشتقة الاكس واحد، نسد القوس. زين هاي بالنسبة نشتقها بالنسبة للاكس تصير صفر، 2 واي من نشتقها للاكس تصير صفر، فالناتج النهائي مال البارشيال ان، العفو بارشيال ان على بارشيال اكس راح يصير عندي 2 اكسبوننشال 2 واي زائدا اكس واي ساين اكس واي زائدا كوساين اكس واي. واذا تلاحظون هي نفس الشيء بالله مضبوط، ما عندنا بها اي مشكله، بس شنو الخطا السالب هذا نسيت، المفروض يدخل على اليمين يدخل على القوس الثاني، ايش طلعت عندي؟ طلعت متساويه. اذا اللي حصلنا انه بارشيال الام بالنسبه لبارشيال الواي تساوي لي بارشيال الان بالنسبه لبارشيال اكزاكت. اذا المعادله ايش بيها؟ المعادله اكزاكت. زين من حصلنا اكزاكت راح اطبق الخوارزميه اللي احنا متعلمينها. الخوارزميه شو تقول؟ تقول ناخذ هاي الداله او هاي الداله بكيفنا، ما عندنا اي مشكله. الداله شو تقول؟ تقول عندي اذا انت عندك الام بهالشكل، الام شو تساوي لي؟ هذا
هذا احنا ايش فرضناه؟ خل اذكركم، هذا فرضناه هو exact differentiation، يعني انا عندي الام ويمها دي اكس، خوش حكي، زائدا الان ويمها دي واي، شو تساوي؟ تساوي صفر. الخوارزمية اللي اخذناها راح نفرض انه اكو دالة اف، دالة اف راح نفرض اكو دالة بالنسبة للاكس واي تساوي لثابت، تساوي لسي، بحيث هاي الدالة من اشتقيناها total differentiation او exact، بالذات هنا عندنا exact differentiation، ايش انطتني؟ انطتني الهاي. اذا احنا من اشتقينا هاي الجهة بالنسبة للاكس للدي اكس وهاي الجهة، يعني نريد نقول له يا بترى الاف يعني partial الاف راح تصير عندي هنا، يعني تصير عندي partial الاف على partial الx dx زائد partial الf على partial الy dy تساوي صفر. فرضت انا هذا فرض، اعيدها حكيناها بديش المحاضرة، بس فرضت اكو دالة هيجي، دالة بدلالة الx والy تساوي لثابت، بحيث من اشتقها partial جزئيا بالنسبة للx واشتقها بالنسبة للy راح، واشتق الجهة اليمنى تصير صفر. اذا المفروض هذا القسم شي يساوي؟ المفروض هذا القسم يساوي للام. ايش راح نسوي هسه؟ احنا راح نقول له يا بي ترى انه عندك البارشيال اف على البارشيال اكس المفروض شي يساوي لي؟ يساوي للام للاكس واي. وهنا صار عندي بارشيال اف على بارشيال اكس، المفروض تعطوني الام، الام يساوي لي اي 2 اس 2 واي ناقصا y كوساين اكس واي. طبعا هذا الحل كل اللي حليناه، هذا الحل اللي جوه كله، بس نشيك هو اكزاكت لو مو اكزاكت. من شيكنا اكزاكت اقدر اطبق هاي الخوارزميه، راح يبدي عندي تطبيق الخوارزميه منه. اول ما اخلي، طبعا اقدر اخلي partial x على partial f على partial x يساوي لي m واحل، او اقدر اخلي partial f على partial y يساوي لي n، وهم اكمل حل باي طريقه من الطرق. هسه ايش راح نقول له؟ راح نقول له اذا احنا نكامل الطرفين، نكامل هذا الطرف ونكامل هذا الطرف بالنسبه للاكس، يعني تكامل جزئي. شلون تكامل جزئي؟ يعني احنا من راح نكامل هذا الطرف ونكامل هذا الطرف، ايش راح نحصل؟ كاملنا هذا الطرف راح يصير عندي اف اللي هي داله بالاكس والواي، بس احنا ايش نرمز لها للسهوله؟ نرمز لها اف. زين، هنا من راح نكامله بالنسبه للاكس، طبعا هذا التكامل لمن يرجع؟ يرجع للدي اكس. شلون يرجع للدي اكس؟ لان انا عندي هنا اكس، فاكامل الجهتين بالنسبه للدي اكس. هذا ثابت، راح يصير عندي اكس اي 2 اس 2 واي، انتهينا من عنده. ناقص الداله حتى اكاملها، طبعا هذا واي ثابت ما لي اي علاقه به، واي حاله حال الرقم لان جاي اكامل بالنسبه للاكس. هذا الكوساين تكامله ساين، بس حتى اكامله لازم مشتقه من، لازم مشتقه القوس موجوده. زين، انا مشتقه القوس هسه المفروض عندي من اشتقها، اشتقها بالنسبه لمن؟ مشتقه القوس بالنسبه للاكس. من اشتق مشتقه القوس بالنسبه للاكس تطلع المشتقه مالتها اكس واي، اشتقها بالنسبه للاكس تطلع واي. اذا انا محتاج واي، اذا اضيف برا واحد على واي وعندي واي راحت، يعني صار الناتج عندي واي على واي انتهى، او اكامل احصل عندي ساين اكس واي. زين، لان هنا نقدر نكامل، نقدر نطلع الواي عليه لان الواي هنا مو متغير، الواي ثابت لان التكامل بالنسبه للاكس. الشغله الثانيه الثابت هنا ايش راح يصير؟ راح يصير جي اوف الواي. ثابت هنا ما راح يصير رقم عادي، لا راح يصير داله، بس داله بدلاله الواي، لان اي داله بدلاله الواي انا من اكاملها تصير عند صفر. هسه انتهينا من هاي القضيه. الفكره شنو اللي راح نسويها هنا؟ هاي راح اشتقها بالنسبه للواي، راح اقول لها partial f بالنسبه للبارشيال واي. فمن نشتق هاي بالنسبه للواي راح تطلع 2x e2 2y، طبعا هاي اشتقها للواي، هذا ثابت ما له علاقه اشتق بها. مشتقه الساين كوساين، وش يطلع برا؟ يطلع برا اكس زائد
هاي الدالة أشتقها بالنسبة للواي يصير جي داش، مشتقة جي داش. حلو، إذن هسه شنو اللي حصلناه؟ اللي حصلناه هو الآتي. طبعاً باعولي، باعولي هذا هو الحل النهائي بعدين راح نحتاجه. هذا خلينا نسميه الحل المستقبلي، يعني هذا هو الحل اللي راح نحتاجه. زين، هسه اشتقيت partial f بالنسبة لpartial y. زين، هنا قلنا ليابة ترى هو partial f بالنسبة لpartial y حسب التعريف مو هو نفسيته ال n، ونفسيته ال n. يعني احنا قلنا partial f للاكس الام، partial f للواي هو الان. اذا المفروض هذا المقدار يساوي للان، وين الان؟ هذا الان، الان يقول 2، يعني المفروض يساوي ل 2 اكس اي 2 2 واي، خوش حكي، ناقصا واي كوساين، ناقصا العفو، ناقصا اكس كوساين اكس واي، خوش حكي، زائدا 2 واي، زائدا 2. اذا المفروض هذا المقدار يساوي لهذا المقدار. زين، انا هسه اذا سويت المقادير، خوش حكي، هاي الان هنا مو الا اكتبها، يعني انا اقدر اكتبها هنا اصلا، اقدر اقول هي اصلا تساوي ان هاي واي، فانا المفروض هذا يساوي هذا، طبعا هذا اكيد يساوي هذا، هذا اكيد يساوي هذا. عرفت قيمه من؟ عرفت قيمه الجي داش. اذا صارت عندي جي داش للواي شو تساوي لي؟ 2 واي. اذا انا اطلع الجي، الجي وحدها للواي، اكامل الطرفين، هاي اكاملها وهاي اكاملها، تساوي لواي تربيع زائدا ثابت سي. طلعت عندي قيمه من؟ طلعت عندي قيمه. اذا الحل راح نجيب هذا الحل المستقبلي من الساعه اللي طلعناه، راح نقول يا ترى اف اوف اوكس للواي شو يساوي لي؟ اكس اي 2 2y ناقصا اس ساين اكس واي، وش حكي، زائدين واي تربيع زائدين سي. هذا احنا اللي نريد نقوله. عاده احنا شو نسوي؟ عاده هاي الاف نشيلها، ما نحتاجها، الاف نشيلها. يعني شلون نكتب الحل؟ راح خلي امسح السبوره، امسح لي جزء، هذا راح امسحه ما نحتاجه. يعني احنا هسه شنو اللي حصلنا؟ حصلنا انه عادة الحل general solution، x a2 بس 2y ناقصا sin xy زائدا y تربيع، مرات نقول يساوي سي، هيج ما عندنا اي مشكله، يعني نقدر نقول يساوي سي هذا الحل. وهاي الداله اف لما نساويها، نساويها للسي، لان انا اصلا فرضتها الاف شو تساوي؟ هي تساوي سي، وبما انه انا طلعت الاف يعني راح اشيلها من ناش، اخلي مكانها، اخلي مكانها سي، فالحل ينكتب هيجي هو حل صحيح، ما بي مشكله، ينكتب هيجي هو حل صحيح. طبعا تعرفون الثابت، احنا نقدر نفرضه سي ونقدر نفرضه سالب سي، ما عندنا اي مشكله. ان شاء الله امسح السبوره ونحل مثال ثاني على نفس الموضوع، بس ذاك يسمونه initial value، يعني منطيق اريد الحل للبارتيكولر سوليوشن واريد الجنرال سوليوشن. راح نحل، نكمل وياكم نحل هذا المثال، المثال الاخير بهاي الفقره، بعدين ننتقل ان شاء الله لفقره اخرى بالدرس، يعني هذا اخر بارت بالمعادلات الاكزاكت. نلاحظ هنا حتى نسوي بالصيغه اللي متعودين عليها، لازم شو نسوي؟ نسوي الاتي، يعني راح يصير عندي y واحد ناقصا اكس تربيع، وهنا عندي دي واي شي يساوي؟ يساوي اكس واي تربيع كوساين اكس ساين اكس، خوش حكي، دي اكس. فحتى نرتب هاي المعادله راح نرتب شغلتين. يمكن تتذكرون احنا عندنا قانون يقول اذا عندك يصير لا خليها هيك افضل، نعم تصير، يعني نقدر نسوي هذا القانون اللي هو ساين تربيع 2 اي نعم 2 اكس هيجي، فنقدر نقول 2 ساين اكس
كوساين اكس، هذا القانون استخدمه واجيب هاي الاثنين اخليها هنا نصف، نحولها داله واحده بس هي بالتكامل والاشتقاق هم تشلع القلب، فنبقيها على مود نستخدمها قوسيه افضل. فراح نرتب الدي اكس، نجيبه هذا اكس واي تربيع، اكس واي تربيع ناقص ساين كوساين اكس ساين اكس دي اكس، هذا الجزء راح اوديه لغايه تتغير اشارته ايش راح يصير، راح يصير زائد واي اكس تربيع ناقص واحد، وهنا نخلي عندنا الدي واي يساوي صفر. لا تلاحظ من نقلته سويته سالب، بس مكان ما واحد ناقص اكس تربيع سويته اكس تربيع ناقص واحد لان دخل السالب عليه. هسه راح نشتغل شنو؟ راح هذا القسم عندنا نسميه ان مثل ما يعني متعلمين، وهذا القسم عندنا نسميه ام. فراح نقول له من هاي الملاحظه اللي عندي انه انا بارشيال اف على بارشيال الواي المفروض هو يساوي لي ان، واللي راح يصير عندي واي اكس تربيع ناقص واحد دي واي، فراح اشتق الطرفين بالنسبه اكامل الطرفين بالنسبه للواي، هاي راح تصير عندي بس اف، هاي من اكاملها بالنسبه للواي ازود الاس واحد واقسم على اليمين، اقسم على الاس الجديد اكس تربيع ناقصا واحد، بس انا من كاملت بالنسبه للواي المفروض ايش اضيف داله بالنسبه للاكس. زين هسه الخطوه اللي وراها ايش راح نسوي؟ راح نسوي الاتي، نسوي الاتي، راح هذا المن نساوي هذا المفروض العفو هذا بس اتش اكس، هسه نجي نشتقه راح يصير عندنا بارشيال الاف على خل ارفع لي فوق بارشيال الاف على بارشيال الاكس، راح نشتقها بالنسبه للاكس، المفروض راح يصير عندي واي تربيع هاي الجوة هاي عندي اكس تربيع، من اشتقها تصير 2 اكس، هذا يصير صفر، 2 اكس اضربها بالنصف ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي بس اكس. زين ناقصا او زائدا اتش داش المن للاكس. سويت هسه انا طلعت الاف اللي هو هذا الحل، هذا الحل راح يصير هذا الحل، بس عوزي القى الاتش اوف الاكس يكمل عند الحل. اشتقيته بالنسبه لمن؟ اشتقيته بالنسبه للاكس، ومن اشتقيته بالنسبه للاكس راح اقول له المفروض هذا يساوي للام. يعني المفروض هذا شو يساوي؟ المفروض يساوي الام، وين الام؟ الام هذا اللي هو اكس واي تربيع ناقصا كوساين اكس ساين اكس. وش حكي؟ اذا هسه واضحه عندي هذا يساوي هذا، اذا هذا يساوي هذا، اذا اتش داش للاكس شي يساوي لي سالب كوساين اكس ساين اكس. طبعا راح نكامل الطرفين، نكامل هذا الطرف ونكامل هذا الطرف، فراح يصير عندي مشتقه الكوساين هو سالب ساين هنا دي اكس، فمن نكامل هذا الطرف راح ينطيني بس اتش اكس عندي هنا. خوش هنا نسويها داله ويعني دالة قوسية مثل ما نسميها ومشتقتها، فتلاحظ مشتقة الكوساين هو سالب ساين موجودة، فايش راح اسوي؟ انا اريد اخلص من السوالب، يعني انا اقدر اقول مشتقة الساين كوساين ويبقى السالب عندي ماكو اي مشكلة، فراح نقول له كوساين تربيع للاكس على اليمين على 2 زائدا سي. من كملت عندي الوضعية هيجي، هسه نجيب الاكس نقول له اذا الاف اكس واي اللي هو الحل هذا عندي وينه؟ وين راح؟ هذا يساوي لي نصف واي تربيع اكس تربيع ناقص واحد زائدا كوساين تربيع للاكس على اليمين على 2 زائد سي. تعرفون هاي نقدر كلها نضربها في 2 لان احنا متفقين هاي المفروض شو تساوي؟ هاي المفروض الداله كلها تساوي صفر، هاي المفروض كلها الداله تساوي صفر عندي، لان احنا اصلا فارضين بالفرض انه عندي اف اوف الاكس والواي شو تساوي لي؟ تساوي لي سي. خوش فبما انه طلع عندي السي نساويها للصفر، خوش حكي، وبعدين نطلع السي وين؟ نطلع السي لي برا. فهسه نقدر نضربها كلها في 2 ونحصل على سي جديد، فراح يطلع عندي الواي تربيع اكس تربيع ناقص واحد زائد كوساين تربيع للاكس، وهذا النقله كلها ثابت لي غاد، بعدين نلقى لي ان احنا يا اما نخلي الثابت هنا اما نخلي هنا، ما عندنا اي مشكله، ولكن يعني متعودين احنا مرات حسب الكتاب بس ان اثنيناتها صح وما بهن اي فرق.
بس حتى نسوي هذا المطلوب حتى نقول له total differentiation هاي الاثنين سي راح نفرضها مثلا اي ثابت اي ما عندنا اي مشكلة. هسه راح نرجع لمن نرجع للانيشيال اللي عندنا الانيشيال كونديشن مالتنا initial condition راح يقول يا ترى عندما الx يساوي 0 ترى الy يساوي 2 منين جبناها منه يقول عندما y للصفر شي يساوي 2 يعني الy يساوي 2 عندما الx يساوي 0 ايش راح يصير عندي راح ينعوض انه الy راح يساوي عندي 2 تربيع 0 تربيع ناقص 1 كوساين 0 تربيع خوش حكي يساوي اي فمبينه هاي واضحه هذا راح يطلع عندي سالب 1 وهاي 4 راح يطلع عندي سالب 4 زائد كوساين الصفر 1 كوساين الصفر نعم 1 وتربيع يطلع 1 يساوي لي اي ويؤدي الى ان الاي شي يساوي عندي سالب 3 اذا هسه احنا حصلنا هذا جنرال سوليوشن الحل العام الحل الخاص راح يصير عندي y تربيع x تربيع ناقص 1 زائد كوساين شي يساوي سالب 3 هذا من هو هذا البارتيكولر سوليوشن اذا خلصنا شنو هو هسه خلصنا هذا المثال طلعنا الحل العام مالته وطلعنا الحل الخاص مالته ان شاء الله بالدرس الجاي راح ناخذ إذا عندي المعادلة مو تامة شلون راح أحولها إلى معادلة تامة وأطبق عليها هاي الطريقة ألتقي إن شاء الله وياكم درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.